شريعة مداري الذي تعنيه؟ من هو العدو الآن؟ نعم، من هو العدو الآن الذي تعنيه؟ أنا لم أتحدث عن عدو، أنا أقول في خضم هذا الصراع الجاري في فلسطين أن نأتي ونطلق أقوال هي من الأقوال والإدعاءات الذي يريدها لنا العدو، لأنه يريد أن يشرذم الشعب الفلسطيني، يشرذم الأمة الإسلامية والعربية. طيب. وأن لا يكون هناك دعم للقضية الفلسطينية. تمام. في هذه الأحداث بدلاً عن أن ندافع عن فلسطين، عن أن نوجه البوصلة، عن أن نهتم بالحدث الجاري اليوم. طيب، هنا سوف أساير، نأتي ونطرح ادعاءات سمعناها لمدة أكثر من 40 سنة. أنا أحترم سيد مداري، أنا أحترم كل الطروحات، ولكن سوف أذهب معك بما تعتقد. الآن يجب أن نهتم بهذا الصراع وأن نفعل ما نفعل. ماذا على الأمة الإسلامية أن تقدم؟ الصراع معروف، هي المواجهة مع إسرائيل، أنتم وغيركم من المسلمون، ماذا عليكم أن تفعلوا؟ هل ستذهبون إلى الميدان؟ هل ستكتفون بعقد المؤتمرات؟ هل ستكتفون بالبيانات؟ أم إن الميدان لكم ولكل الأمة الإسلامية يجب أن يكون الكلام من هناك وليس تصريحات عن بعد؟ هذا أعنيك وأعني كل الأمة الإسلامية. ليست تصريحات عن بعد أستاذ نجم، أنت ربما أكيد أنك تتابع الأحداث والتصريحات. بالأمس الناطق الرسمي باسم حركة حماس وباسم غرفة العمليات المشتركة لكل الفصائل الفلسطينية، لم يكن فقط ناطقا باسم جهة معينة، وإن كان حتى ولو كان ناطقا باسم حركة حماس، حركة حماس هي اليوم الأساس في هذا الصراع الجاري. أعلن وبكل صراحة بأن أعلن شكره لمن قدم الدعم، وعلى رأس هؤلاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم. التي قدمت الصواريخ وقدمت التقنيات من أجل تصنيع هذه الصواريخ. هذه الأمور أصبحت واضحة، أتصور بأن علينا أن نهتم بما يجري في الميدان. نعم. نأتي ونقول أن إيران لم تقدم، أنا أتحدى أي جهة أخرى غير الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تقول بأنها قدمت طلقة واحدة للشعب الفلسطيني أو لحركة الجهاد الإسلامي أو لحركة حماس أو للمرابطين في القدس والأقصى وفي فلسطين، كل فلسطين. أتحدى أن يقول أحد أنهم قدموا المال ودعموا الشعب الفلسطيني و الحركات الفلسطينية، ليس فقط في الجانب العسكري والتسليحي، وإنما حتى في الجانب الاجتماعي على الرغم من كل الصعوبات. يعني العرب الذين تركوا الفلسطينيين من دون أي مساعدة أو دعم، ثم يأتون ويدعون بأن إيران لم تقدم. موضوع